الطفلة رنين عيسى محمد البالغة من العمر 5 سنوات تعيش مع أسرتها في محافظة الحديدة، تعاني منذ الولادة من مرض غير عادي وتشوه خلقي، شخص بأنه سرطاني، ثم تم إجراء 8 عمليات في الهند من فاعلي الخير، ولكن لم تكن كافية لعلاجها، وهي اليوم بحاجة لمد يد العون. رنين في مقتبل العمر لم يتجاوز عمرها 5 عاما، لم تعرف الطفولة لها طريق، فمنذ ولادتها تعاني مرارة الألم. حينما اكتشف الأطباء إصابتها بداء السرطان، حالة مختلفة تماما ومعاناة لم تغب روح المرح والفرح عنها. يوم ولد أمه هكذا، بس كان وزن الورم 4 كيلو. الورم الى ما لحقناش عليه بالعمليات اللي كلنا بينما بين 6 شهور نكون موجودين في الهند ضروري. الى ما كناش في الهند بيرجع ينتشر ويرجع يعني زي ما كان، ولا كان لي بينا شيء، واحنا قد سوينا لا 8 عمليات والان باقي لها الى 5 6 عمليات. معاناة هذه الطفلة الصغيرة لم يشفع لها إجراء 8 عمليات أجريت لها في الخارج لاستئصال ورم يزن حوالي 4 كيلوغرام، ولم تخفف عنها هذه المعاناة. سافرنا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة في مصر، ما فيش أي نتيجة، دلحنا للهند، وكان في واحد فاعل خير متكفل بيه أول مرة وثاني مرة طلعنا على حسابه بعد ما طلعنا، وثالث مرة طلعنا من فاعل خير كل واحد يعني أدل عليه، ونقصت البيئس يعني كان بيسوي له العمليات الباقية، فقصرت معنا الفلوس ونزلنا على طول اليمن. رنين ليست الوحيدة في هذا المنزل البسيط من يقاسي مرارة الحياة، فوهيب هو الآخر يشاطرها الألم، فهو يعاني الإعاقة والألم بعد إصابته بخطأ طبي كما يقول والديه. الابن في شعبان سوى حادث صاحب باص صدمه، وسافرنا المستشفى وكان شرخ خفيف جدا وقبسوا له وكان خطأ طبي، والحمد لله قاموا بعلاجه وكذا، والآن داوم معاك. ولدي هذا مسكين الله وضعهم حالي الآن صعب جدا، والبنت ما زال المرض فيها ينتشر، والولد يعني يتأور في الباس، وحالتهم حالة يستحق المساعدة والتعاون من أهل الخير جزاهم الله خير وكفر الله خيرهم. عشان من أهل الخير أن يتكفلوا يعني بنتي بسفرها للهند، ما أشتش منهم يعني بياس أو ذا، يقول لي متعافية بأمر الله. هذا علاجة طول يعني لي 5 سنين وأنا عالجة يعني علاجة طويل جدا يعني ومبالغ خيالية، لأن باقي لها إلى 5 إلى 6 عمليات، والعملية الواحدة تكلف 4000 دولار. أب وأم أنفقا كل ما يملكان لعلاج طفليهما، وحالة طبية نادرة تعانيها رنين تحتاج السفر للخارج لإنقاذ حياتها، معاناة تعيشها هذه الأسرة التي أجبرتها الظروف أن تعود إلى مسكنها في مدينة المراوعة بعد أن نزحت منها للعاصمة صنعاء، لكن تكاليف العيش أجبرتهم على العودة مرة أخرى، وهم يحملون معاناتهم في انتظار مساعدة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لإنقاذ طفليهما.